السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة بتاعتنا ديت يمكن اول مرة هتشوفوها معايا، متقاليش حد عاملها قبل كده، بس صدقني يا جماعة ده باذن الله تخلي الفراخ تيجي معاكي يومها بيومين، بلاش اقول لك يومها بيومين، يومها باسبوع حتى. بس بسم الله ما شاء الله هتعالج الفراخ من الاسهال، مشاكل معويه، هتعالج يعني يعتبر مضاد حيوي وفيتامين سي، يمكن مش فيتامين سي لوحده، لا الوصفه دي يا جماعه فيها فيتامين سي بطريقه كبيره جدا. يمكن الوصفه اللي احنا عملناها النهارده دي يا جماعه دي يعتبر سر من الاسرار اللي هتخلي الفراخ بتاعتك تكبر بسرعه، يمكن محدش هيقول لك عليها، بس باذن الله لو انت استعملتها معايا تابع معايا كده الفيديو للاخر وهتخلي الفراخ مش هتتعب منك ابدا. تابع معايا كده الفيديو للاخر وانت ان شاء الله هتعرفوا الوصفه، بس حط له لايك كده للفيديو ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. شيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفيد منه، لان فعلا يا جماعه ناس كتير محتاجه ان هي تعرف وصفه زي ديت، بس يا ريت تشيروها. وتعالوا يلا كده، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف الفراخ بتاعتنا وصلت معانا لغايه فين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الفراخ بتاعتنا ده فراخ البلدي بتاعت الدقاسه، وصلت معانا لغايه فين ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا كل العرف بتاعها بدا يبان في وشها، بدا يبان وهي في السن دوت اللي تديك من البربره، يعني بسم الله ما شاء الله. وكمان يعني مش عايزه اقول لكم ان الفراخ اتدنت، يعني في ناس برده كتير لما انا قلت لكم يا جماعه الفراخ اتدنت، في ناس فعلا قالت انا عندي الفراخ في العمر دوت وما شاء الله بقيت اسمع صوت الركة يا جماعه لتاسيس الفرخ من هو لسه صغير. الفرخ ماشي معاكي صح ما شاء الله هيجي معاكي بسرعه وهيجي معاكي يوم وبيومين، خلاف كده كمان تاسيس الفرخ من هو لسه صغير هيخلي الفرخ يجيب معاكي على طول، يعني مش هيكمل معاكي اربع شهور. وعن تجربه يا جماعه ودي فعلا تحدي كده ما بيني وما بينكم، ده تحدي. الفرخ طالما متاسس معاكي صح من صغره ما شاء الله مش هيكمل معاكي اربع شهور وهيبيض، وفعلا الكلام ده يا جماعه انا بقوله عن ثقه ومتاكده منه. الناس برضو اللي هتقول لي طب المكان عندك ضيق، هقول عندك حق، لان فعلا المكان ده يا جماعه ده حاجه و50 فرخ، ولان طبعا ما شاء الله انا كنت كان طالع لي حاجه و50 بس مش فاكره كام و50 والله. الناس اللي هي تابعه معايا بقى الفيديوهات كل يوم هي اللي تعرف كم كام و50 فرخ، بس بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما فيش منهم ولا فرخ مات لغايه دلوقتي الحمد لله، لان انا محافظه عليهم، يعني المكان تحتهم نظيف زي ما انتم شايفين كده، انا منظفه لهم المكان والمكان تحتهم ناشف وبعتني بهم في الوصفات وفي التدفئه وفي النظافه، يعني علشان كده دي اهم حاجه. انا يا جماعه بجهز لهم مكان فوق، انا عملت لهم العشه طبعا، انتوا لو انتوا متابعين معايا وعارفين العشه بتاعت الفراخ اللي انا بجهزها فوق ديت، وهبقى اطلع برده اعمل لكم فيديو عليها ان شاء الله، يعني ممكن اطلعهم على بكره كده باذن الله واصوره لكم برده وهي في قلب المكان. لان المكان ده خلاص بقى يعني يعتبر ضيق عليهم، كل مدى الفراخ بتكبر والحجم بتاعهم بيزيد، فشيء طبيعي ان الفراخ المكان ضيق عليهم. وباذن الله في حاجه كمان بقى، ان انا البلكونه دي طبعا هي جت خاصه بالفراخ البيضاء، وطبعا انتوا عارفين انا جبت طاولة فراخ بيضاء وان شاء الله برده هربها هنا في نفس المكان. فتعالوا بقى كده يا جماعه نشوف الوصفه اللي احنا هنعملها مع بعض، لان انا عامله لهم النهارده وصفه كويسه جدا. الوصفه ديت فيها كل حاجه انت ممكن تتخيليها موجوده في قلب الوصفه اللي احنا عملناها ديت، مضاد حيوي، فيتامين سي، مطهر معوي، منشط كبد، غسيل قلوي، يعني الحاجات اللي احنا بنشتريها مره دي يا جماعه احنا في غنى عنها، كلها هنعملها في الوصفه اللي احنا بتاعتنا دي. تعالوا بقى كده نعملها مع بعض ونشوف عملناها ازاي. ودلوقتي يا جماعه هنجهز الوصفه بتاعتنا، تعالوا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا كده عباره عن ايه. عن فصين توم زي ما انتم شايفين كده، بس التوم ده صغير، لو انت عندك التوم كبير اعملي 3 فصوص بس كفايه قوي، ومعانا ليمونه، معايا ربطه بقدونس زي ما انتم شايفين كده. طب دلوقتي احنا هنعمل قبل الحاجات دي كلها هنفرمها في الخلاط. دلوقتي يا جماعه انا بعمل غسيل كلى، منشط كبد، مضاد سموم، كل الحاجات ديت فاتح شهيه في نفس الوقت، مضاد حيوي، كل الحاجات ديت بنعملها في قلب الوصفه دي. نفس الوقت برضو بنعمل فيتامين سي، تمام؟ كل الحاجات ديت في المكونات اللي انت شايفينها ديت، طبعا زي ما انتم شايفين البقدونس موجود في كل مكان، يعني سهل ان انت تجيبيه. حابه ان انت تجيبيه برضو وتخرطيه على الاكل، ده هيبقى كويس جدا لو انت حتى عملتي له طيور كبيره عندك. فانا دلوقتي هضرب ده كلته في الخلاط، تمام؟ اول حاجه معايا انا معايا شفشق الخلاط، هقوم حاطه الليمون اهو، اقطعه بس كويس كده في الليمون علشان يعني ما يبقاش خشن قوي ويتفرم مني بسرعه. لان انا عايزاه نعمل ان انا هصفيه مش هاخده بس يعني، والبواقي برده بتاعته هقوم اقلبها على العلف اهو بالطريقه دي كده. سهل بقى الثوم عادي الثوم هيتفرم، بس الليمون بقطعه علشان يتفرم كويس لانه بيبقى جلد ايه ناشف شويه. هحط دلوقتي الحاجات دي كلها في قلب الخلاط اهو.
تعالوا بقى نخرط ربطة البقدونس دهين. خرطها كده زي ما انتم شايفين، ثواني بس هجيب اللي ده كله مش هنرميه برضه، ده دي هناخد هنستفاد منه، مفيش حاجة تتخانق. ده ممكن تعملي كمية كبيرة تفضل عندك، يعني عشان لو الكمية طلعت كبيرة ولا حاجة عندك ممكن تسيبها يوم واتنين وتحطي الطيور بتاعتك منه. حطي الكبير صغير، بالذات يا جماعة في فصل الصيف ده كويس جدا في فصل الصيف. تمام، ده كده انا خلصت اهوت، تعالى بشيل ده كلته واقوم حاطاه في قلب الشفشق. دلوقتي انا حطيت كل مكونات الشفشق الخلاط، بعد كده معايا كوباية مية زي ما انتوا شايفين اهيت، هقوم حاطاه عليه. انا عايزه العصير دوت يكون مركز شويه، لانه كل ما يكون مركز كل ما يديك نتيجه كويسه وافضل. دلوقتي انا فرمت اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ده يا جماعه الوصفه دي سهله اي حد ان هو يعملها، لانها مش غاليه ولا حاجه ومتوفره في كل بيت. كلتنا طبعا ما فيش بيت ما بيخلاش من الخضار والشبت والبقدونس والحاجات دي كلها، والليمون برضه بقى موجود، التوم موجود عندنا، سهل ان انا اجيبها واعمل يعني ايه اعملها يومين كده في الاسبوع ولا حاجه، ده تبتدي نتيجه كويسه جدا للطيور عندك عامه، بالذات في الصيف. بالذات يا جماعه في الصيف الطيور برضو عندها اسهال، اعملي الوصفه دي، دي كويسه جدا للاسهال. تمام، يعني مفيده في جميع الحالات، مفيده معاك، مش شرط برضو ان انا اعملها للفراخ البلدي او للفراخ البيضاء، لا اعملها لكل الطيور عندك. تمام، ده كده انا صفيته اهيت، خدت الصفايه ديت زي ما انتم شايفين. الصفايه دي يعني دي ان شاء الله انا احطها في الميه ومش هرمي ده برضو، ده انا هقلبها لهم على العلف، يعني هينقروه. لو الفراخ الصغيره ما اكلتهاش ممكن ان انا ارميها برده على اكل البيت، الفراخ الصغيره برده هتستفيد، الفراخ الكبيره برده هتستفيد منها، ده هتبقى كويسه جدا. اما لو انت عندك الفراخ الصغيره زي اللي عندي ديت ردي تاكلها ماشي، يعني ممكن تديله معانا، لان فيها قشر ليمون، فيها حته توم، فيها البواقي بتاع الخضار الخشنه، يعني كويسه جدا. تعالوا بقى كده بنحط الفراخ منها. وده يا جماعه بقى الوصفه بعد ما عملناها مع بعض وصفناها بالشكل ده كده، انا عبيتها في ازازه على اساس ان انا اسيبها في الثلاجه عندي قبل ما بنستعملها. طبعا انا برجها كده اهوت اهي، برجها كده وبعدين بحطها على الميه، على السقايه الميه عندي اهو زي ما انتم شايفين كده. انا معايا السقايه بتاعتي بتاخد حوالي 3 لتر ونص ميه كده، هاخد نص الازازه ديت، يعني الازازه ديت تجي لها كده حوالي كوبايه ونص، فانا هاخد نصها بس. تمام، تعالوا بقى كده نحط ده كده اهيت، اهم حاجه ترج الازازه، هاخد بس نص الكميه، نص الكميه الثانيه هعمل ثاني يوم. ده كده يا جماعه حطينا الميه للفراخ اهيت، وبسم الله ما شاء الله كل الوقت هيتلم عليها. زي ما انتم شايفين البطاطين اللي هناك دولت طبعا انا مربيهم مع الفراخ، وما شاء الله الاحجام بتاعتهم بقى كويسه جدا زي ما انتم شايفين اهيت، يعني متربيه عادي، لان هم بطاطين اتنين بس، عشان محدش يقول ينفع اربي فراخ مع بطه يا جماعه، هما دول عشان بطاطين بس انا سبتهم مع الفراخ ماشيين كويس. تعالوا بقى نشوف العلف بتاع الفراخ. على فكره انا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات انا حطيت نامي، بس يا جماعه النامي ما ينفعش، النامي في العمر دوت ما ينفعش تحط للفراخ. انا كنت على اساس ان هو يعني كان يعني صغير شويه قلت الفراخ هتاكله، بس انا رجعت غيرت لهم تاني لبادي، لان هما في العمر دوت ما ينفعش ياكلوا الا بادي. هصبر بس عليهم شويه كده يعني حوالي 10 ايام وبعدين ارجع احط لهم النامي. تمام، هتبقى كده نحط لهم الاكل. وده كده يا جماعه الفراخ بتاكل اهيت بعد ما حطيت لها العلف. طبعا زي ما قلت لكم انا لسه بدي علف بدئي، لان طبعا ما ينفعش ان هم ياكلوا علف نامي في العمر دوت. ده كده انا نهايه الفيديو بتاعي، بس في حاجه اخيره حابه ان انا اقولها لكم. الناس اللي هي طلبت مني ازاي، يعني الناس اللي هي طلبت مني هنبدا دور امتى، ده ان شاء الله يا جماعه الفقاسه لسه على يومين اثنين باذن الله وتطلع. لو انتوا حابين ان انتوا تستنوا معايا وابدا الدوره معاكم سوا ماشي، ما انتوش حابين في دوره تانية صغيره، يعني بقى لها حوالي اسبوع كده وتقريبا كده بقى لها حوالي اسبوع، ممكن ان احنا برده نبداها مع بعض ان شاء الله. برده الناس اللي هي حابه تبدا معايا وحابه ان هي تجيبها مثلا عمر اسبوع 10 ايام تبدا معايا ان شاء الله، انا يعني هبتديها على منوعات ومشيماء. لو انتوا حابين تدخلوا تشوفوا الدوره على منوعات ومشيماء ماشي، نبداها سوا. مش حابين وحابين ان انتوا تجيبوا فراخ عمر يوم وتبداوا معايا يومين اثنين باذن الله، وهنبدا الدوره مع بعض.
ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.